نذهب إلى الغابون. إذن هزيمة لم تكن متوقعة للمنتخب المغربي في نزاله الأول رغم العديد من المناغصات، لكن هذا ما حدث. الهزيمة جزء من كرة القدم لكنها تكون جارحة وغير مقبولة عندما تتكرر سيناريوهات الإخفاق. عودة لكواليس هزيمة الأسود والدروس والعبر التي يمكن أخذها من مباراة الكونغو الديمقراطية في الروبورتاج التالي لبعثة ميدي أن تي في إلى الغابون الزميلين نوفل عملة وعبد الصمد المنتصر. قبل الألم يأتي المرض، ونحن نبحث منذ زمن بعيد عن شفاء لهذا العضال الذي أصاب الكرة الوطنية في مقتل وجعلنا نتحول لأمة كروية تلعب دور الكومبارس في المنافسات القارية. اتجهت العدسة إلى المحيا لترصد قسمات الأسود وإلى عين الثعلب لتقيس مدى التفاؤل. لعل الغابون ستأتي بالفرج والفرح، العملة التي أصبحت نادرة ومنذ زمن بعيد. تواصل الكاميرا الترحال والتجوال، وفي المداخل المؤدية إلى ملعب أويام جماهير تحتفل قبل الأوان، وكأن جونيور أخبرها بنتيجة الفصل الأول. رقص وغناء ومعنويات تعانق عنان السماء، فالأسد فقد أنيابه في غياهب القارة السمراء. في الجهة المقابلة مغاربة يلجون ملعب أويام ويمنون النفس بنهاية سعيدة لحكاية أفريقية أدمت القلوب والعيون معا. التلفزيون الصحفي المغاربي والكونغوليين وكيقلبوا ليبيا، فاللي سبق عطاهم ليبيا راه غيمشيو معاه. شنو نقدر نقول لكم؟ لأن كيعطيه ليبيا كيقول له هذا بشرط طلع تشجعنا حنايا. فالمغاربة خصو واحد 2000 تذكرة الجماهير الغابونية على أساس أنها ترافقنا، كنتمنى أنهم يتسندونا وما يخونوش بنا، لأنه حنا محتاجين اليوم دعم جماهيري ومحتاجين أن اللاعبين يحسوا أنهم مؤازرين. انتهت موقعة الفيلة والطوغو بتعادل عادل، ورفاق بن عطية في طريقهم إلى الميدان لفك عقدة الكان وإحداث قطيعة مع قصة الخروج من أول الأدوار. بدأت الموقعة وفيها أسد شامخ كجبال الأطلس، أسد يبادر ويناور من كل الجهات. ورغم كثرة المفاجآت في تشكيلة رونار الرجل الذي آثر القدور وكارسيلا وبحدوز على عبادي وفجر والعربي، والنتيجة ضغط استحواذ وضياع لفرص في المتناول. انتهى الفصل الأول وبدأ الثاني، ومع البداية جونيور كابانغا يزور الشباك ويؤكد أحقية الجماهير الكونغولية بالفرح، ليبدأ بعد ذلك مسلسل إضاعة الوقت من طرف الكونغوليين. ورغم طرد الملغاشي حمادة لمتنبالا قبل نهاية اللقاء بربع ساعة، ورغم دخول فجر والناصيري والعربي المتأخر، لم تهزز شباك الحارس متامبي لينتهي أول فصل في الحكاية بأسوأ نهاية. Forcément, quand vous perdez le premier match, vous êtes dans une situation difficile, mais c'est dans les moments difficiles qu'on voit les hommes très forts. Je vais vous dire que je ne suis pas parce que le corps est là. Bien sûr, c'est difficile. Il a marbahti, il a marbahti, c'est difficile parce que, bien sûr, le chasseur n'a pas fait rach. Quand on s'en fout, on a confiance, Inch'Allah, ou Inch'Allah, le fouzou m'a dit, Inch'Allah. حزن وأسى على نقاط ضاعت وتفاؤل حذر قبل لقاء الطوغو في مشهد عاشته الجماهير المغربية في كل الكؤوس الأفريقية التي تلت ملحمة تونس عام 2004. وحنا راه معذبين، ضربنا تقريبا 12 ساعة اليوم من ليبريفيل حتى المدينة، وصلنا مع الماتش ورغم الصعوبات حضرنا وليكيب زعما المدرب بين الخدمة بين الخدم، ولكن هو اللي بغيت نقول هو أن الجماهير بحال الجماهير الكونغوليه بحال الجماهير توغو، حنا جينا للترابو كما شتي اخويا نوفل. هو انه حنا جينا في واحد الرحله شاقه من مدينه ليبريفيل حتى الايوم، اللي اش نقول لك الليل كامل وما نعسناش، وجينا النهار كامل باش نتفرجوا في هذه الهزيمه النقراء اللي كما كنقولوا في هذا المستوى الهزيل، واللي بدنا نحملوا المسؤوليه انا في هذه الهزيمه وهذا الاخفاق ديال المنتخب الوطني هو نصر لارقيت. عينا بالاخفاقات من نهار عقلنا وحنا ديما مع ودابا ولا دابا ولا الطموح ديالنا هي نتاهلوا للدور الثاني، الدور الثاني ولينا كنعززوا باش نتاهلوا ليه. حنا الجمهور ديال غينيا الاستوائيه جينا من غينيا الاستوائيه، شجعنا المنتخب داروا بون ماتش لا شونس كي دونس ما عطاتهمش كوره. ديما عندنا هذه العقده هذه كنتمنوا الماتش الثاني يلعبوا الله يربحوا لنا الماتش الثاني. الفريق ديالنا ادى الواجب ديالو ولكن النتيجه هي اللي كتكون اسمى، والنتيجه كانت غير مشرفه، ولكن كنتمنوا لحظوظ في المستقبل ان شاء الله.
هما خويا اللعابه داروا المجهود ديالهم لعبوا مزيان، ولكن بالنسبه لحنا ما لمناش اللاعبين، لمنا دوك الناس اللي مسيرين الكره المغربيه اللي هما خصهم اعاده النظر لحقيقه الله. ماشي بالنسبه للاعبين خصهم يديروا واحد البرنامج، ماشي حنا وقت ما جات تيجي شي كاس افريقيا تلتسناو راه بينا يشاركوا فيه. على سميتو علاش لهاد الناس هادو اللي مسيرين هاد الجامعه ما محمسينش، ما عندهمش الغرض يديو كاس افريقيا ولا نلعبوا على شي فهمتوا، ولا نلعبوا الطل في نار. هما ما عندهم السوق، هما اللي عندهم السوق خصهم يشاركوا في كاس افريقيا ولا يشاركوا في كاس العالم، والسلام عليكم. هذا الشيء اللي كاين، وحنا تلتملاو عند الله راه من 2004 ما باقيش الشعب المغربي يفرح. مغامرة الأسود في كان الجابون لم تنتهي بعد، فما زال في التنافس بقية، فلا الطوغو أبدعت ولا الكوت ديفوار أقنعت، وإذا كانت المغرب في أولى الجولات قد فشلت فبمزيد من القتالية وقليل من النجاعة الهجومية قد ينجح رفاق بن عطية في تجاوز أولى الأدوار. نوفل العوام لعبد الصمد المنتصر، ميدي آن تي في، أويام، شمال الجابون. نعم، يعني منتخبات المجموعة الثالثة كما قال الزميل نوفل، تقول المصريين ما فيش حد أحسن من حد، يعني جميع المنتخبات صحيح. لم تظهر يعني مستوى متميز.